زار وفد من وزارة الصحة العامة والسكان عدة مستشفيات بمحافظة مأرب، وقال رئيس الوفد الزائر وكيل الوزارة الدكتور حسين الأعوش إن الزيارة تأتي بهدف التأكد من جاهزية مراكز العزل واستعدادها لمواجهة فيروس كورونا. للإطمئنان على التجهيزات والاستعدادات في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة في محافظة مأرب. احنا زرنا بعض المستشفيات، زرنا مستشفى كرا، زرنا المستشفى مستشفى هيئة مأرب، زرنا المستشفى العسكري، وجدنا هناك استعداد فيما يخص المراكز العزل في المستشفيات والحد من استقبال الحالات التي لا تطلب رعاية مستعجلة او يمكن تأجيلها لفترة اخرى. نحن في بعد اعلان اول حالة في اليمن بدأنا نشعر بجدية الوضع. وقال الأعوش ليمن شباب إن وزارة الصحة العامة والسكان تبذل كل ما تستطيع لمواجهة فيروس كورونا في حدود إمكانياتها المتاحة. الوزارة تبذل ما تستطيع في حدود إمكانياتها، احنا الآن إمكانياتها المتاحة. أيضا ننسق الدعم المقدم من مركز الملك سلمان ومنظمة الصحة العالمية ونتولى توزيعها على مختلف المحافظات. هناك كمية من المستلزمات أو وسائل الوقاية والأدوية أرسلت إلى محافظة مأرب، أرسلت لهم تقريبا 6 سيارات إسعاف وسيارة عيادة، وإن شاء الله أرسلت لهم مبالغ مالية متواضعة لتكملة أو توفير ما لم يأتي من شركائنا في الصحة خاصة WHO ومركز الملك سلمان.